النهارده بنستكمل مع بعض البيزا الجانجليا، وبناخد برضو حاجه اسمها الصلاص، وان شاء الله في بكره حصه، مش النهارده هتتعاد، ما احنا بنعيد اهو الحصه دي الثانيه، بكره حصه جديده ان شاء الله، وبكره برضو نقول لكم المواعيد بتاعت الاسبوع الجديد. النهارده بنستكمل الليجنز بتاعت البيزا الجانجليا، وليجن من الليجنز مهمه قوي، وهو سؤال اكتب لي جنبه سؤال نظري هام. كوريا مرة طالب في امتحان شفوي الدكتور زمزم، فبيقول له كوريا، فدخل في كوريا الشمالية ولا الجنوبية، وعاصمة دي وعاصمة دي، وتحول الموضوع لتهريج، يعني استنزاف في الدرجة. كوريا، كوريا يعني دانس، يعني رقص باللاتين. اصل احنا عارفين يا دكاتره اجمالا ان البيزا الجانجليا شويه النيوكلياي اللي في البرين كانت بتمنع ظهور ابنورمال انفولنتري موفمنت، حركات لا اراديه. فلما تنضرب البيزا الجانجليا تظهر حركات لا اراديه. دي معلومات اجمالا اهي، سهله قوي اهي. البيزا الجانجليا كان ربنا عز وجل مجموعه نيوكلياي في البرين، ربنا عز وجل عاملها لنا علشان ما نعملش ابنورمال انفولنتري موفمنت. لما بتنضرب تظهر بقى abnormal involuntary movement، حركات لا اراديه لا نريدها لكن بتظهر. كوريا هي عباره عن خطا وليجن في حاجه اسمها كوديت نيوكليوس، سي مع السي، اياك تنسى بقى. كوريا يبقى خطا في الكوديت، ليجن في الكوديت نيوكليوس. مشكله في الجابه، نقص في الجابه ككيميكال ترانسميتر. لخبطه في كيمياء المخ. هي الكوديت دي بالمره كده كانت بتزود المصل تون ولا بتقلل المصل تون؟ كوديت كتر، كوديت كتر، كتر المصل تون، يبقى اكيد 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 الديزيز ده هيبقى معاه نقص في المصل تون، هايبوتون، هايبوتون. اسباب الكوريا، واحد روماتيك، الحمى الروماتيزميه. من ضمن مشاكل اللي ممكن تاتي بيها الحمى الروماتيزميه، والحمى الروماتيزميه دي على فكره علاجها غير مكلف، يعني علاجها بتاع 20 30 جنيه. بس مشاكلها بتتلم بالالاف، ويا ريت هتتلم كامله ما تتلمش. الروماتيك عباره عن ميكروب سبحي بيجي لك كده فارنجايتس، شويه التهاب في الحلق، شويه لوز عادي. بس المفروض المضاد الحيوي للستريبتوكوكاي ده تنصح ان الام تمشي ابنها عليه 10 ايام على الاقل. هي في ام بتكمل 10 ايام في المضاد الحيوي ده يومين وثلاثه والعيل بيفوق وخلصت، والميكروب السبحي لسه موجود، الستريبتوكوكاي اللي بيبعت التوكسينز بتاعته تهاجم القلب وتعمل مشاكل، من ضمنها انها تهاجم البيزا الجانجليا فتعمل الكوريا اللي هو احد انواع الابنورمال انفولنتري. ايضا بيجي ممكن مع حالات تسمم الحمل، توكسيميا اوف بريجنانسي، اللي لها اسم شهير اكلامسيا، اكلامسيا تسمم الحمل. ايه اهم اعراض المريض اللي عنده كوريا او المريضه اللي عندها كوريا؟ واحد من لسه قايل هايبوتونيا، هديك تنسكيو مع الكوريا اول ذا فورمنج موجود ما عدا، وحط لنا بقى حاجه تتعلق بالمصل فور. لو انت حافظ معايا كوديت كتر، يبقى لما تنضرب الكوديت يبقى انهبيتوري للمصل فور، يبقى يعمل لي هايبوتونيا وبندولار نيجر. ولذلك لما درسنا زمان في الاسترتش ريفلكس اسباب البندولار نيجر، قلنا من ضمن الاسباب كوريا. كوريا اتنين، حركات لا اراديه abnormal involuntary movements، حركات لا اراديه، ولانها حركات راقصه تشبه حركات dancing movement، تلاقي البنت وهي قاعده تروح هي عامله ايديها غصب عنها abnormal movement، زي حركات الرقص الحديث دي، بس مش مقصود انفولنتري، فتقصدها لا اراديه، صدم فجاه، يعني ما بتختارش ميعادها، صدم جيركي، جيركي يعني ايه؟ سريع، صدم جيركي وبيربوسلس بلا هدف. بس يا عيني علشان البنت اداني كسفتها فبت والناس بصلها مثلا ولا حاجه، فتبدا تروح عامله محوره الحركه، هي بلا هدف، بس هي تخليها لها هدف. يعني عملت كده؟
شعراء قد عندك حاجة أصلاً. أو تروح عامة كده كأنها بتجيب كوباية المية من جنبها. بس هي purposeless بلا هدف هذه الحركة. Dancing mood. ممكن تيجي في أي مكان في العضلات. ممكن تيجي في أي مكان في الجسم. معنى الإكسترا أوكولار ماسلز. هذه الدانسينج موفمنت بتزيد بالإيموشن. يعني لو انت بقى الشاب اللطيف الظريف ده قاعد اللزوز ده قاعد يبص عليها تبدا تتوتر وتزيد الحركه تزيد الدانسينج موفمنت تزيد مع الايموشن تزيد مع الانفعالات. البنت كمان بيبقى عندها شويه لخبطه في الايموشن. يعني بمعنى ايه؟ تلاقي مثلا ايه فجاه تروح معيطه وبعدها شويه بتضحك sudden crying sudden laughing تضحك تعيط فجاه. ولاحظنا عليها وبالذات اصل الديزيز ده عند البنات اكتر. لاحظنا عليها لما عندها نظره اشمئلاط كده جرايميسنج فيس. عارف النظره اللي هي النظره جرايميسنج فيس نظره اشمئلاط اشمئزاز قرف قرف قرفانه. الكورية دي دكتورنا العزيز الغالي نوعان روماتيك روماتيك كورية وهانتينج تون. روماتيك احيانا نسميها سيدنهام سيدنهام او روماتيك كورية. اكيد اكيد يا دكتورنا العزيز ده طب سهل. روماتيك كورية بسببها ايه؟ روماتيك ديزيز الحمى الروماتيزمية بقى الامراض الروماتيزمية اللي احنا حكينا عليها بتاعت الميكروب السبحي ده. كان في الاول علاجه ما يكلفناش 25 30 جنيه. دلوقتي بقى تعالى لم بقى من وراء المريض ده الفالب ديزيز في الهارت عايزين والله نستبدل صمام في القلب 20000 جنيه عايزين مش عارف نعالج ايه. دخلنا في نوايا وبقى شخص رايح جاي على الدكاتره وخلاص لا غير منتج ولا غير فعال في المجتمع. روماتيك سببها روماتيك. طب دي بتصيب مين؟ البنات الاقوطات من سن 5 ل 15 سنه. من سن 5 ل 15 سنة ده الجولدن ايج للإصابة بالحمى الروماتيزمية. أنا ما بخافش من الحمى الروماتيزمية قبل 5 سنين ولا بعد 15 سنة. بس بخاف منها في الجولدن ايج. البنت مش بيبقى عندها بقى كورية وبس وعندها مشاكل الحمى الروماتيزمية اللي هي أهم مشاكل اللي هي تبع القلب. على القلب، صمامات القلب. النوع الثاني من الكورية اسمه هانتينجتون كورية. اتش هانتينجتون. اتش ده نوع هيريديتري. يعني ايه هيريديتري؟ وراثي. امال يعني ايه كونجينيتال؟ يعني وراثي. امال ايه الفرق؟ كونجينيتال وراثي بس مولود بمشكله. يعني نيجي نكشف عليه اللي عنده مشكله. مولود بيها وراثيه. طب وهيريديتري؟ مشكله وراثيه برضه. بس ما بتظهرش عليه دلوقتي. بتظهر عليه في المستقبل. مش ظاهره. الخطا هيظهر بس قدام اصل 20 30 40 سنه. فده هيريديتري هيريدو فاميليال. ماشي ما هو احيانا بقى كتاب من العبقري او اي كتب يعني تعبر على الكونجنيتال بكلمه هيريديتري. لكن هتشوفي دلوقتي ازاي كلمه هيريديتري كلمه لطيفه ازاي. بتاعت الاصابه فيه في سن بص بقى الاجابه في سن ال 40 بتاعت الإصابة في سن الأربعين وتيجي للميل. يلا بقى عشان ما حد البنات زعلوا سهلوا فانتينج ديزيز كورية في ميل ايه ده بقى يا جماعة. لا 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 بنقول لك هانتينج تون كورية ده ديزيز اوف ميل ده للولاد للذكور بس على سن الأربعين. ليه قبل سن الأربعين زي الفل وعلى سن الأربعين جات له هانتينج تون كورية مع هبل هبل سيفير مانيا مانيا ميل. هتلاقيه ماشي في الشارع كده اوعى وجنب الراجل ده طب انت سالي وعمال اوعى حركات مريبه هو ده بيجي معاه مانيا. مانيا يعني هبلولا مش مانيا عاديه سيفير مانيا يعني خطر خطر. ده لازم يودع مصحه الامراض العقليه لتعدي تاثيره الخطر لازم يتمسك.
نوع ثاني من الابنورمال انفولنتري موفمنت، ما احنا بنتكلم عن بيزل جانجليا، اوعى تنسى ولا همس ان البيزل جانجليا جزء اصيل من الاكسترا بيراميدال سيستم، واللي ينطبق على الاكسترا بيراميدال سيستم ينطبق على البيزل جانجليا. هي جزء اصيل من الاكسترا بيراميدال سيستم اللي كان برضه بيمنع ظهور الابنورمال انفولنتري موفمنت. لما يبوظ اجزاء البيزل جانجليا تظهر حركات لا اراديه بس مختلفه عن بعضها بقى في الشكل. شوف مريض الباركنسونيزم اللي بتشوفه قاعد عند كوبري الجامعه ده، انا بنعمل لك كده، ده باركنسونيزم ستاتيك تريمرز. الاسيتوزس تلاقي بتاع الكوريا، تلاقي بنت دانسينج موفمنت، الحركات اللي هي راقصه دي. تعال نشوف بقى مريض الاسيتوزس واي نوع من الابنورمال انفولنتري موفمنت. اسيتوزس هو ليجن في اللينتيفور نيوكليوس، لينتيفور نيوكليوس او في الفنترولاترال نيوكليوس اوف سايتس. افتكرني لما قلت لك لا لينتيفور ما عرفك، لا لا للمسل تون، انهبت المسل تون تبقى ما تنضرب يبقى في هايبرتونيا. هذه برضه جت مسكه ان انضربت اللينتيفور فحصل هايبرتونيا. تتميز بايه مريض الاسيتوزس؟ برضه هو وصف، بس وصف للابنورمال انفولنتري موفمنت. لو نسيت، لو نسيت وده وارد النسيان، اكتب يا اخي ابنورمال انفولنتري موفمنت خطر خير، بس لو حطيت اوصافها تبقى عبقري. الحركه دي بنقول عليها سنيك لايك تويستنج موفمنت، حركه ثعبانيه لولبيه. ده بص ده هتلاقيه حركه مريبه. اولا هو عنده هايبرتونيا فمتخشب جسمه مع حركه تويستنج. بص في الترانك، يعني هو واقف كده مثلا في اوتوبيس تلاقيه بص بص حصل تويستنج كده، عارف اللي بيتحرك بحصوله وايديه عماله تعمل كده. طبعا ده يا عيني لا اما الناس بتحسبه حرام لان ايديها عماله تتحرك حركه تعبان، فعلا فعلا زي تعبان حركه تعبان، ورايح كده عمال يتسحب ويتحرك واحنا اتوبيساتنا زحمه ومصيبه، الناس تفتكره حرامي او قليل الادب او حاجه تقطعه في الاتوبيس وهو مسكين. انفولنتري موفمنت غصب عنه غصب عنه. فسنيك لايك تلاقيك عمال ايديه بتتسحب زي التعبان وجسمه مش بس ايديه بقى تتحرك، لا وفي تويستنج. عارف حتى ايام التويستنج ده؟ بص اطرق. لا 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 ده دي اتاكس كده تيجي تيجي مع لحظه، هو ماشي ومفيش مشكله وتيجي بقى تلاقي شويه كده حصل الموفمنت دي، ولو حصل ايموشنز بتزيد بتزيد الايموشنز، مع الايموشنز تزيد. فدي abnormal involuntary movement هو ما يقصدهاش لكنها تكره. يبقى اهم ما يميزها انها سنيك لايك، سلو بطيء، بس تحسبها حرامي سنيك لايك تويستنج. سموها حتى موبايل سباز، عارف واحد متخشب موبايل سباز بس متحرك بقى يتحرك بهدوء وبيخف سلو. النوع الاخر من انواع البيزل جانجليا ليجنز هي هيمي باليزماس، وده ليجن في الصب سالاماس ولا في سنه سته. طبعا الكلام ده كان تدرسه تاني في النيورولوجي علم المخ والاعصاب ان شاء الله، فكنت بعلمها لنفسي كده بقول على نفس الوزن هيمي باليزماس صب سالاماس، الاثنين على نفس الوزن سالاماس باليزماس صب سالاماس باليزماس. لما تنضرب السبسالاماس تقوم تعمل لنا ديزيز اسمه هيمي فاليزمس، وكلمه هيمي يعني نص الجسم. ايه بقى الشعور اللطيف دوت؟ هيمي فاليزمس يا دكتورنا العزيز الغالي، الاقي المريض دوت بيجي له صدم جيركي ورابيد كونفولزف موفمنت. يعني ايه كونفولزف؟
فضلت شله يعني فجأة واقف جنبه كده. ده فجأة نص الجسم طرفيش مفاجئ، طرفيش مفاجئ. صدم كونفولزيف موفمنت على وان سايد. هيمي وربنا يكفيك الشر إذا كانت باليزماس من غير هيمي يبقى على البص طرفيش على الناحيتين بقى. ترخيص مفاجئ وممكن يعمل تشنج في عضلات التنفس ويؤدي لبس وفاه. دي الليجنز اللي في البيزل جانجليا، ليجنز في البيزل جانجليا. يبقى اهمهم الباركنسونيز. كوريا سالت شفوي من دكتور محمد حسين، سالت شفوي من دكتور جانجليا، وهي سؤال نظري مهم. كوريا اسيتوزس، كلام كده للام سي كيو، هيمي باليزماس. اخيرا من ضمن الليجنز حاجه اسمها ويلسون سيندروم، وده خطا ميتابوليك، نقص في السيريولوبلازمين. حد يعرف ايه هو السيريولوبلازمين؟ حد يسمع عن السيريولوبلازمين؟ ده كابر بايندنج بروتين، ده بروتين بيشيل النحاس في البلاط، ده بلازما بروتين. لما يقل السيريولوبلازمين يقوم الكابر يا دكتورنا اللي هو النحاس يقوم يترسب في مكانين مهمين قوي، في الكبد يدمر اجزاء من الكبد، وفي البيزل جانجليا. فيجي باعراض البيزل جانجليا ليجن واعراض الهيباتيك ليجن. سموها هيباتو لنتيكولار، جاي من كلمه لنتيفورم اللي هي جزء اصيل في البيزل جانجليا. هيباتو لنتيكولار ليجن. الجزء اللي هقوله دلوقتي بيتشرح في العملي، لكن احنا برضه بنقوله لانه موجود في النظري، ونقوله ان شاء الله في العملي مره ثانيه. بنجمع بس كده انواع التريمورز اللي احنا درسناها في المنهج. ايه هم انواع التريمورز اللي درسناها في المنهج؟ اسمع منكم بس مش عايز زحمه في الاجابه بقى، والناس تتعصب وكله يتخانق في الاجابات. واحد واحد يعني، واحد واحد. اسمع منكم. واحد، انواع تريمورز. التيتاني مش تريمور، التيتاني عمره ما كان تريمور. ده التيتوني، تيتاني ايه؟ ايد الواحد عامله كده واضح فيه متشنج اللي هو بيسموها كاربال سبازم. تريمورز يعني رعش. ايوه هايبر ثايرويدز، كانت الهايبر ثايرويدز معاها فاين تريمور. كنا بنقول لمريض السيروتوكسيكوزيس مد ايديه، وراح جايبين كده فرخ ورق حاطينه على ايه، انت مفيش اي مشكله، لكن هو تلاقيه يقعد يمد ويوقع الورق. دي اسمها فاين تريمورز في الاوت ستريتشد هاند. فاين تريمورز، تريمورز خفيفه لطيفه كده بسيطه. نعم يا عبقري. كاينيتك، الله ينور عليك. يعني ايه كاينيتك؟ وبالتالي يبقى استاتيك. كاينيتك تريمورز يعني تنشا مع الحركه، ودي درسناها في النيو سيركولر سيندروم. هات يا عم الحاج حنفي اللي انا امتحنت عليه في سنه 6، اما كان الحاج حنفي اللي كان عنده اتاكسيا، كان عنده نيو سيركولر سيندروم. اعمل يا عم فينجر تونوس تيست وانا اعمل له كده اهو زي الفل. اعمل يا عم فينجر تونوس تيست. ايه بقى؟ اعمل لي كده. وهنا كده عم بقى تريمورز ومش عارف يتوقف عند نقطه الهدف، لا اما يعدي ديزماتريا والقصه اللي احنا درسناها قبل كده. قال ايه دي يا دكتورنا العزيز؟ دي كاينيتك تريمورز ما تظهرش غير مع الحركه. ستاتيك تريمورز، لسه بقول لك الراجل قاعد عند الجامعه قاعد لك عامل لك يسبح لك قاعد يعمل الحركه دي. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ بيل رولينج. عامل لك كده بعض الاحيان في الايه بيعمل لك كده ينقل لك فيها نودنج في الهيك. باركنسونز ما تظهرش غير اثناء الرسم. اذا جيت سلمت عليه هو قاعد عمال يعمل لك كده عند الكوبري، وانت بقى هتديله ربع جنيه بقى بعد اخلاص نيه عظيم، فقاعد بيعمل لك كده عند الكوبري وستاتيك تريمورز، وانت تيجي تديله الفلوس لا ده بالصح. الصح انها تختفي مع الفولنتري موفمنت. الصح لو قلت له سلم عليا هو بيعمل كده، سلم عليا يختفي. انما اذا استهبل لي فيها وراح يسلم عليا وبقى عامل لي فيها دور انت النصاب يا جدع، اطلع من الدنيا دي، هات ربع جنيه تاني.
ستاتيك تريمورز. أربعة والله ممكن سنايل مع الناس العواجيز نتيجة الايجينج، يحصل شوية ديجنريشن كده في بعض السنترز في البين، فتلاقي الناس العواجيز بيظهر عندهم رعشة كده سنايل تريمورز. فلابنج دي بتبقى مع الليفر فيلير. الناس اللي عندهم مشاكل في الكبد عظيمة تقول له كده اعمل اوت ستريتشد هاند، تلاقي دي بتعمل كده اصلا. مش فاين، لا هو فلابنج. دكتور مخ والاعصاب يبقى دكتور لماح، من اسرع الناس في التشخيص، بيشخص من عن بعد. يعني مجرد بس انا قاعد هنا وواحد في امريكا والمريض بس كده يعني يقول انا بشتكي من رعشه تريمورز، طب وريني شكل التريمورز، وبيحصل شويه اسئله كده، او الشكل لو بنتكلم على سكايب ولا حاجه، انت عندك كذا، طب ايه العلاج؟ ربنا يسهل لك يا ابني، اسرع واحد في التشخيص، لكن مفيش علاج. اعمل لك ايه؟ ممكن يكتب له شويه حاجات كده تكات بسيطه، لكن كعلاج حاسم يقضي على المشكله في معظم المشاكل بتاعت النيورولوجي. الاسرع تشخيصا من على بعد، زي ما نشوف دلوقتي انواع الجيتس. تخيل بيروح من مشيتك اقدر اشخص مرضك من دخلتك عليا في العياده، بس اقدر اقول والله المشيه دي ده عنده كذا. ماشي، طب بعد ما شخصت شوف اسرع الواحد تشخيصا، عالج بقى. ربنا يسهل لك بقى. اول حاجه يا ابني اللي انكسر ما بيتصلحش. طب ما بتعرفش هتعمل شويه علاج تحفظي وحاجات بسيطه وفيتامينات، ما بتعملش حاجه. جيتس ما تعرفش برضو ان من نوع المشيه، احنا درسنا برضو امراض كتيره معاها مشيات مختلفه. ايوه هسمع منكم والله انتوا براكم. ستامبنج درسناها فين دي؟ سنسوري اتاكسيا، ده اسم عرض لمرض مش اسم مرض. تيبس دورزاليز وسلامك سندروم ورحمه الله وبركاته. مرض عنده ستامبنج جدا، بمعنى انه ماشي بس بيخبط على الارض بشده كده، مش حاسس، مش لوسو بروبريو سيتيف سنسيشن، ولو غمض عينيه مش حاسس بوضع الجسم. هيقع لوس اوف بروبريو سيتيف سنسيشن. اتنين كذا جيت برضه ايه؟ درانكن. على فكره معظم الجيتس خدوها من السربيلم، درانكن جيت اركو سربيلم سندروم زجزاج جيت. ترسمي له خط على الارض، ده ايام محمد حنفي رسمت له خط على الارض في اوضه الامتحان دوت، فمشي لي كده سايب يا عم الخط اهو، ماشي في وان سايد مع نفسه ويروح راجع تاني، يروح ماشي يخترق الخط ويرجع تاني. ايه يا عم ماشي شفلنج مع الباركنسونيز، المشي اللي بيحك رجليه في الارض، رابد شارب ستيبس وزاوت ليفتنج اوف legs from the ground نتيجة الريجيديتي تخشب. جيت أخرى spastic gait، مريض المشلول شلل نصفي. طبعا درس في العمل الكلام دوت، بس بنقوله بس عشان موجود في الكتاب. spastic gait مريض الشلل النصفي يا دكتور، انت بتقابله في الشارع تلاقي دراعه فوق متني ورجليه تحت مفروده على نص الجسم، وتلاقيه ما بيمشي، هو بيمشي بال، نفترض مثلا ده الجزء اليمين هو اللي مصاب، تلاقيه الشمال يروح ناقلها كويس، انما اليمين دي بيروح ناقلها كمان بلوك كده، جررها جره كده وبتاخد نص دايره، تلاقيه بقى ماشي كده. لاحظوا انت في الشارع الشخص ده عنده هيميبليجيا بيسموها سباستيك جيت، سباستيك عشان كده تخشب. فدي كده انواع الجيت. في مشية البطه مع الميوباسي اللي شفتها على استاذ من الجيزه، استاذ مدرس. المدرس دوت عنده مايوباسي، مايوباسي يعني العضلات وبالذات بتاعت منطقه البلفس ومنطقه الشولدر سايبها مش موجوده، مايوباسي فيها شويه فات بس، فات كده دهون وشويه فايبر ستيشن مش عضله. فبتمشي تلاقي الوسط سايب، تبقى ماشيه في البطه وادلينج. ان شاء الله سنة خمسة بقى عندكم في البطن ان شاء الله هيفرجوكوا على المشايات دي كلها. فاصل ونكمل.
النهارده كوري 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 كل حاجه مسألة النظري لا المهم معروف ما يخيبش. فسؤال خدناه حتى الان اسمه كوريا، وسؤال برضو كمان شويه اسمه سلاميك سيندروم، هتكتب جنبهم متكرر نظري بس ادي المقدمه الطبيعيه بتاعه القصص. عندنا كم صاله بس؟ اتنين، ما انا رسمه ان هو باللون الاحمر. اتنين صالونات. واحنا والله الصاله دي درسناها اجزاء متفرقه من المنهج والله معانا، فقلنا عليها معلومات هيبقى ثلاث ارباعها بنعيده بمراجعه. كل اللي انت المعلومات مش فيها ريفريشمنت دلوقتي ولا في مشكله تيجي تاني. السلامس درسناها زمان كأحد الباوندرز بتاعة الانترنال كبسول. بص معايا الانترنال كبسول فين؟ اهي 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 يا سيدي اهي هي دي. كانت الكودات تحدها سوبيريورلي، سنة كده سوبيريورلي اند لاترال، واللينتي فورم ادي الانترنال كبسول وادي السلامس. واحنا موجود عندنا اتنين سلامس، والسلامس هي اعلى سب كورتيكال سنتر. يعني سب كورتيكال يعني سيب الكورتكس لحالها ربنا يخليك، سيبها دي شابتر، سيبها دي سنتر، سيبها دي خطيره. دي اعلى سب كورتيكال سنتر يعني تحت الكورتكس، اعلى سب كورتيكال سنتر متخصص في السنسوري فانكشن. يعني باختصار انا بسميه سكرتير للكورتكس. لازم السنسيشنز تعدي عليه الاول. ينفع كده ادخل ورق للعميد؟ لازم الاول السكرتير الاول يعدي على الورقه اللي هو اللي قدامها السكرتير، ده المفروض يعني. فده عباره عن السكرتير. اي سنسيشنز وكل السنسيشنز لازم تعدي على الصلمس ما عدا سؤال ام سي كيو، ما عدا اكسبت سميل اولفاكشن يعني اللي هو الشم، حاسه الشم، وان كان دي كمان هتطلع بتعدي على الصلمس جزء منها بس في سبيشال سنس. واحد الانكونشوس بروبروسبتيف سنسيشن. تخيل بقى كل السنسيشنز الاحساس، عارف الاحساس يعني ايه؟ احنا بنتكلم على بينو تمبريتشر وتاتش دي سوماتيك سنسيشنز وسبيشال سنسيشن هيرنج وفيجوال و... ايه ده ده كل السنسيشنز لازم تعدي على السنس. الموند شيب البوستيريور اكستنشن بتاعها بيسموه بولفينار او احيانا يسموه نيو سالمس. سالت يا دكتور زمزم قبل كده في الشرح ايه يا ابني اللي تعرفه عن البولفينار نيوكليوس دي اسئله الفول مارك. يعني السالمس فيها تي شيبد فايبرز، هي اصلا بتبقى اريا اوف جراي ماس، فيها تي شيبد فايبرز وايد مقسمها لثلاث اجزاء انتيريور وميديان ولاترال. لكن لما نيجي نتكلم على السلمس هي عباره عن مجموعه من النيوكليوي، فانت بقى هتبدا دلوقتي معايا تصحصح لي شويه وتسمع كويس وتفنجل كده اهوت على اسماء النيوكليوي، لانك لما تركز في الاسماء هتجيب وظيفه النيوكليوي. السي ان اس صعب طبعا وحد انكر. بس عند الرجاله مفيش مستحيل. لا الرجاله هنا بمعنى الكواليتي، النوعيه مش الصفه، الصفه مش النوعيه، الصفه الصفه. ست البيت راجل صفه صفه صفات صفات ان انا عندي منهج متضخم حبتين عنده ميجالي لوحده كده اكرو ميجالي لوحده ان انا اذاكر وقتها وقتها. النيوكليا بتاعت السلمس دكتورنا العزيز الغالي منها نون سبيسيفيك وفي سبيسيفيك. نون سبيسيفيك دي زي حاجه اسمها الميدل لاين والانترا لامينار نيوكليوم.
ودي بتبعت امبلس لاول ارياز اوف سيريبرال كورتكس. ودي لو اخترت لها وظيفه اقول عليها alertness الصحصحه الصحصحه البريمي. تبعت امبلس لاول ارياز اوف سيريبرال كورتكس alertness الصحصحه. اما السبيسيفيك نيوكليوي انت درست انت درست انت درست البيفلنت ولا ايه؟ انت ناس البيفمنت ولا ايه؟ هو انت ناس البوستيرو فنترال نيوكليس اوف سالمس سواء كان اللاترال بارت او الميديال بارت انت ناس البيفلنت. هي ايه البيفلنت دي؟ عشان لا اكون باثقل عليك ولا حاجه. ذا ثيرد اوردر نيورون للسنسيشنز بتاعت سباينال وسباينال وميديال لمنسكوب. سباينال وميديال لمنسكوب. يعني ايه برضو؟ يعني ده الثيرد اوردر نيورون البيفلنت اللي كان بيعدي عليه سنسيشن كتيره قوي بتاعت الجراسيل والكونيات اللي كانت بتمثل الميديا اللي من سكاي اللي بعد كده رايح للثيرد اوردر نيورون ده البيفلنت. يعني الفاين تاتش لازم يعدي عليه. يعني الاستريجنوزس فايبريشن سينس كونشوس بروبروسبتيف سنسيشن كل ده لازم يعدي عليه. تخيل انضربت النيوكليوس دي كل ده يروح. امال البيفمنت دي كان مين اللي بيعدي عليه؟ ايوه صح انا علمتها لك. البيفمنت ترايجيمينال فيها ام ودي فيها ام. ترايجيمينال نيرف شال سنسيشنز من الفيس لازم يعدي على النيوكليس دي. تخيل قبل ما يوصل السنسيشن بتاع الفيس للكوربكس لازم يعدي على النيوكليس دي. نيوكليس اخرى اسمها فنترو لاترال نيوكليس اوف سالبس. عارف ان الاسماء صعبه ومتشابكه انت قدها ودود. فنترولاترال نيوكليوس اوف سالبس سمعنا عنها قرابه ما بين السيرفلم والكورتكس وسمعنا عنها قرابه بين البيزا جانجليا وبين الكورتكس. ميديال جينيكيولت بودي ولاترال جينيكيولت بودي. عارف ان الكلام صعب. ميديال جينيكيولت بودي هتدرسه ان شاء الله في سبيشال سينس. هو اللاترال جينيكيولت بودي ما لو قلت سبيشال سينس يبقى هي ممرات لعبور سبيشال سينسز. يعني الميديال جينيكيولت بودي ده لها خاصه بحاسه السمع الهيرنج. عارف لما بتيجي الامبلس من عند الكوكليا من الهيرنج وعايزه توصل للكورتكس لازم تعدي من الميديال جينيكيولت بودي. طب واللاترال جينيكيولت بودي؟ لا الفيجوال. عارف احنا مش بنشوف بعينينا. حد قال ان احنا بنشوف بعينينا؟ انت السنه دي هتعرف ان احنا بنشوف بالكورتكس وبنسمع بالكورتكس. العين بتاعنا ما بنشوفش بيها. احنا النهارده جايين نلخبط مفاهيمك في الفسيولوجي. العين ما بنشوفش بيها. ده الريتنا الشبكيه كل دورها انها تطلع لنا شويه امبلس تمشي بسلوك كهرباء تعدي على الصلامس على حته اسمها لاترال جينيكيولت بودي توصل للكورتكس. الكورتكس ده جهاز الكمبيوتر. هو اللي بيسمع هو اللي بيشوف هو اللي بيترجم ما اسمعه وما اقراه. فده جزء برضه اصيل من اجزاء الثالموس وده جزء اصيل من اجزاء الثالموس. لاترال جينيكيولت بودي وميديال جينيكيولت بودي دي كلهم سبيسيفيك سلامك نيوكليون. في دورز النيوكليون دورز ميديال ودورز لاترال ملهاش اهميه. في انتيريور سلامك نيوكليون دي مرتبطة بالهايبوثالاموس ومرتبطة بالليمبيك سيستم اللي هم الدرسين القادمين اللي إن شاء الله هنبدأ فيهم بكرة. هايبوثالاموس وليمبيك سيستم دي متصلة بيهم ومكملين مع بعض وظيفة مهمة قوي اسمها الإيموشن الأحاسيس والمشاعر والعواطف والإنفعالات. ومكملين كمان حاجة اسمها الميموري الذاكرة مركز من مراكز الذاكرة الأنتيريور سيلاميك نيوكليوس. يعني مهمة في عملية التعليم الليرنينج. بولفينار اللي سأل فيها دكتور زمزم. بولفينار دي بوستيريور اكستنشن في الثالموس. والبولفينار يا دكتور هي لها علاقة لها وظيفة واحدة كلمة انتجريشن التكامل بين السنسيشنز المختلفة. يعني هي بتعمل تكامل بين ما أراه فيجوال سنسيشن وما أسمعه اوديتوري أو هيرنج سنسيشن وما احسه المسه مثلا سوماتيك سنسيشن. هي بتعمل تكامل بين السنسيشنز.
مش انت يا صامص بيعدي عليكي هيرنج سنسيشن وفيجوال سنسيشن وسوماتيك سنسيشن بينه وتمبريتشر وتاتش ولازم منه سوماتيك سنسيشن، مش دول كلهم بيعدوا عليكي؟ مين اللي هيربط بين الثلاثه دول فيجوال واوديتوري وسوماتيك؟ انها البولفر الوظيفه الرئيسيه بتاعتي. فاصل واكمل عشان عيون اقرا فيها الكثير من الاسئله. فاصل دقيقتين. طبعا اكون فرحان وانا بدرس حاجات حاسس انها زياده عليك في منهجك، كان ممكن انت راضي عنها، بس انا بشرح فيسيولوجي كتابك. سلام اكسن، هتكتب جنبه خيال نظري جدا، واذا جالي سؤال نظري طب بس هي المفروض انا قريته قبل كده في السنسوري ديستالت. لا بيتكتب من الصلبس لان عليه معلومات زياده. طبعا الناس اللي عايزه فول مارك في اجابته. ايه الفرق بين التناول؟ مش اي فرق خالص غير ان هو بس هناك كان بيدرس السنسوري ديستربنس، يعني بيدرس الشق السنسوري اللي انضرب بس، ملوش علاقه لا بموتور ولا بحاجه ثانيه. هنا درس كل حاجه عن السلاميك سندروم. اذكرك تاني بالسلاميك سندروم، وده كلام قديم قلناه قبل كده، لكن مفيش مانع ان التكرار يفيد الاذكياء والشطار والعباقره. ده عبارة عن أرتري واتسد، سلامو جينيكيوليت أرتري، سلامو جينيكيوليت أرتري، وده رايح يغذي جزء من الصلبس مش كل الصلبس، عشان كده مش كل النيوكليات بتاعت الصلبس بتنضرب، ده أجزاء فقط هي اللي بتنضرب أكتر. من ضمن النيوكليات اللي بتتأثر البيفلنت اللي بيعدي عليها الكثير من السوماتيك سنسيشنز. بوسترو فينترو لاترال نيوكليس اوف صارس، وبكتبها كده يا دكتور في الامتحان. اه بكتبها كده. اه بيفلنت، احنا متعرفين عليها انها بيفلنت، ما تفرقش فشت بوسترو فينترو لاترال نيوكليس اوف صارس. بوسترو فينترو لاترال نيوكليس اوف صارس هي الاكثر في التاثر. عارف ليه هي الاكثر في التاثر؟ لان ببساطه الاجابه المنطقيه، لان الارتري دوت معظم تغذيته رايح للبيفلنت اكتر من البيفمنت كمان، ولذلك مع الديزيز ده بيقول لك قلما ريرلي افكتد الفيس سنسيشنز فروم ذا فيس، لمجموعه بالترايجيمينال نيرف اللي بتعدي على البيفمنت قلما تتاثر، انما تتاثر السنسيشنز اللي بتعدي على هذه النيوكليوس، اللي النيوكليوس دي هي الساد اوردر نيرون بتاعتي، اللي في غالبيتهم الحاجات اللي بتتشال بالجراسيل والكونيه، اتوسطها لك اهو بقى، فاين تاتش وستيريوجنوزس وفايبريشن سنس وبروبريوسبتيف سنسيشن. انت قلت بروبريوسبتيف سنسيشن؟ ماشي. يبقى اول حاجه مكتوبه عندي في السنسوري ديستربنس، وانت لو بتراجع معايا، ان هيتم فقد لوس اوف فاين سنسيشنز اللي احيانا نسميها الابيكريتيك، يعني الراقي، حتى الراقي الفاين سنسيشن اللي بيتشال غالبا بالجراسيل الكونيه ده يطير، راح كان حلمه راح فانساه وارتاح. لوس اوف فاين سنسيشن فروم ذا اوبوزيت سايد اوف ذا بودي، ان لو الصلص اللي مين اللي انضربت خلاص بنفقد السنسيشنز اللي جايه لنا من الناحيه الاخرى الشمال. اتنين برضه من واحد، ان انا اختار البروبروسيتيف سنسيشن واركز عليها، اقول لوس لل بروبريوسبتيف سنسيشن. عارف يعني ايه بروبريوسبتيف سنسيشن؟ يعني اللي بتنقل الاحساس بسنس اوف موفمنت وسنس اوف بوزيشن. يعني لو غمضت عينيا يا دكتورنا العزيز الغالي، ما اعرفش انا فين دلوقتي، ما اعرفش انا في ستاندنج بوزيشن ولا في سيتنج، مش عارف، واقع على الارض واحد سنسوري اتاكسي. يبقى سببين يعملوا لي السنسوري اتاكسيا، واحد تيبس دورسالز، اثنين هم سلامك سلامك ورحمه الله وبركاته، ثلاثه ما زلت في السنسوري ديستربنس، البيفلنت انضربت يا شباب، فالسنسيشنز اللي معديه عليها كل سنه وانت طيب، وخصيت بالذكر البروبروسيبتيف سنسيشن عشان اقول بس السنسوري اتاكسيا، انا عارف معلومه اسمها السنسوري اتاكسيا فرحت احضرها في الامتحان. لكن بعد شهور او اسابيع قلائل few weeks later
تعود بعض السنسيشن وليس كل السنسيشن. الفاين سنسيشن راحت بلا رجعه زي الفاين تاتش والاحساس اللطيف بدرجات الحراره، الدفيان البسيط، البرد البسيط، بتروح ما بترجعش. انما بيعود بعض انواع السنسيشن اللي اسمها بروتوباسيك سنسيشن. اسمها، وده سؤال للدكتور زامزم، اسمها سلاميك هايبرباسيا، اكتب عليها انشفوي. والله مره جابوا في امتحان نظري، لو قلبت كده في امتحانات 2002 ولا 2000 ولا هتلاقي في سلاميك هايبرباسيا جايبه اول سؤال في السي ان اس. باراجراف. ايه سلاميك هايبرباسيا دي؟ بعد اسابيع قلائل تعود يا دكتور العزيز بعض السنسيشنز الخام البسيطه، كروت سنسيشنز. زي ايه يعني؟ البين، الاكستريمز بتاعت التمبريتشر، حر قوي، برد قوي، الاكسسيف موفمنت بتاعت الجوينت، الحركه العنيفه بتاعت الجوينت. تعود بعض الحركات دي، تعود بعض الاحاسيس دي، السنسيشنز دي. انما الفاين تاتش، كل سنه وانت طيب. بروبيوسبتيف سنسيشن المعتدل، كل سنه وانت طيب. تعود البروتوباسيك سنسيشن، ايش معنى؟ للاذكياء والعباقره. اصل في نيوكليوس مجاوره هنا اسمها ميديال نيوكليار. النيوكليوس دي كان بيوصل لها انهبيتوري امبلس من الكورتكس ومن اللاترال نيوكليار. بيوصل لها انهبيتوري. بما ان اللاترال نيوكليار بتنضرب في الديزيز دوت فدي بتنطلق. الميديال نيوكليار دي بتبقى فاسيليتاتور ما شاء الله بتنطلق. ودي مركز من مراكز البروتوباسيك سنسيشن. فتعود البروتوباسيك سنسيشن. تعود بعد اسابيع. يعني ايه تعود؟ يعني المريض ده يا دكتورنا العزيز تشقق دبوس جامد. يوم يحس. بس يحس ان شكل الدبوس دي عامله زي طلقه الرصاص. لايك بوليت. جو حر شديد. يحس بيه. درجه الحراره اللطيفه والمعتدله ما يحسش بيها زادت ولا قلت. لكن يحس جو حر شديد جدا. يحس بيه. بس يحس ايه؟ كانه في جهنم. يحس بيه مضاعف. انما الحس الراقي الفاين سنسيشن الايبيكريتيك سنسيشن ده خلاص ما عادش هيرجع له خالص. اللي بيعدي على البيفلنت راح. انما اللي بيعدي على نيوكليوس اخرى بروتوباسيك سنسيشن اسمها ميديال نيوكليار دي بتبقى متالقه اسمها فاسيليتيشن، لان الجزء اللاترال او الجزء اللي كان بيعملها انهبيشن هو اللي انضرب، فهي بتنطلق في العمل، فتعمل الاحساس المبالغ فيه بالسنسيشنز المختلفه. بيحصل ايموشنال ديستربنس، اكستريم بليجر سنسيشن في وقت سعيده جدا، يدخل يضحك و مش تقول له نكته ونكته بايخه يضحك، لا يكركع ويجي له حاله هستيريا من الضحك. خبر مش محزن اصلا ولا في ريحه حزن، يعيط وينهار وليه كده و... اكستريم بليجر سنسيشن في وقت وان بليجر سنسيشن في وقت تاني، متقلب المزاج، متقلب العاطفه، لان السلاس له علاقه بالايموشن بالمشاعر وبالعواطف. اخيرا انا السلاس الانتيريور سلامك نيوكليال دي لها علاقه بالمشاعر، والفنترولاترال نيوكليوس اوف سلاس دي كانت رابط ما بين السيريبيلم من ناحيه والكورتكس وما بين البيزل جانجليا من ناحيه والكورتكس. كانت الفنترولاترال نيوكليوس اوف سلاس دي رابط، لو انضربت في هذا الديزيز بيحصل مشكله في السيربيلم، موتور اتاكس. ولو انضربت ايضا بيحصل مشكله في البيزل جانجليا، ممكن تيجي اعراض زي الكوريا او اعراض زي الاسيتوس. ما هو بص لحظه من فضلك انا بحكي. لما اقول لك ان البيفلنت انضربت افهم ان السنسيشن اللي بيعدي عليها انضرب، شكرا. ولما اقول لك ان الفنترولاترال نيوكليوس اوف سلامس انضربت، دي درسناها مع البيزل جانجليا. احد النيوكليوس اللي بيعدي عليها السيركتس بتاعت البيزل جانجليا. بتربط الكورتكس بالبيزل جانجليا. فلما تنضرب تتاثر البيزل جانجليا، فتيجي الابنورمال انفولنتري موفمنت عند المريض. اعراض تشبه الكوريا والاسيتوس. الفنترولاترال نيوكليوس اوف سلامس كانت بتربط بين السيربيلم وبين السيربرال كورتكس. فلما تنضرب برضه تظهر اعراض بتاعت الاتاكس، الموتور اتاكس، عشان كده السلاميك سندروم في سنسوري اتاكسيا وفي موتور اتاكسيا.
دكتورنا العزيز الغالي، يبقى سلامك سندروم ده سؤال نظري متكرر مهم جدا. جه قبل كده؟ لا، جه قبل كده مره واثنين وثلاثه. سؤال هام جدا. النهارده حصه النهارده فيها سؤالين مهمين، كوريا في البيزل جانجليا وسلامك سندروم في الساروس، والاثنين جم قبل كده يا دكتورنا الجيل. بكره بنستكمل ان شاء الله في السي ان اس، وعايزك دايما كده تاني يا رب قوي ظهري على حملي. انت عندك حمل يبقى بالزياده شويه، وبصرحك من الاول فشد حيلك وربنا عز وجل يوفق المرض. شكرا.